التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57-357، يكون من الزكاة ويكون من الوصايا ويكون من الخيرات وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة وتحديث هذه الغرفة، فلا شك أن هذا من الوسائل النافعة إن شاء الله لهذا المستشفى، وأن يوضع إذا أراد اسمه عليها أو أن يوضع فاعل خير على مثل هذه الغرف. فأقول إن الوقف الخيري جائز شرعا وكذلك مدر لهذا المستشفى وشراء هذه الأجهزة وهذه التقنية إن شاء الله.